والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح حكم العطائية بتيسير الله ومعونته، مستفتحين برسول الله صلى الله عليه وسلم سر الأسرار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا بالأمس على الحكمة التي تعالج أدب المريد، أي أدب المريد لله عز وجل في طريقه إلى الله، عليه أن يتأدب بأداب، فإذا خالف بعض هذه الأداب في الظاهر عاقبه الله في الظاهر، وإذا خالف هذه الأداب في الباطن عاقبه الله في الباطن، يعني يجيله العقاب قلبي إن كانت المخالفة باطنية، يعني حيث لا يطلع علي أحد، ويجيله العقاب في الظاهر إن كانت المخالفة في ظاهر حاله. لو كان غير مقصود ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن غير المقصود، لأن الخطأ عفى الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا العفو المستوجب للعقاب، لكن ده مستوجب للحرمان، حرمان الترقي. يعني ممكن الإنسان يدخل الجنة ويبقى من عوام أهل اليمين، لكن احنا بنتكلم في حال المقربين، فقد يحرم الترقي إلى حال المقربين ويظل إيه في زمرة أصحاب اليمين، ويبقى في حد ذاتها عدم الترقي ده خسارة إذا كان هو ماشي في سلك الأوائل، وبعدين بعد كده يلاقي نفسه داخل رجع بقى في سلك اللي ايه اللي بينجحه بمقبول، بعد ما كان بيجيب بقى امتيازه من اوائل الدفعة بتاعته بقى مقبول، كل الجماعة بتوع المقبول دول فرحانين انهم مقبول لانه ده مستواهم، لكن هو قاعد معهم حاسس انه ايه، انه نقص، انه عوقب، مع انه ناجح، مع انه داخل الجنة وكل حاجة. فاحنا بنتكلم في حال اهل القرب مش في عوام أهل اليمين. أهل القرب قد يعاقب إذا أخطأ، قد يعاقب بالحرمان إذا أخطأ، وعلى شكر عليه يبقى يقظ. سيدنا عمر بن الخطاب لما سئل عن التقوى، ما معنى التقوى لسيدنا عمر، كل واحد من الصحابة عرفها بتعريف حسب ما يستشعرها هو وعيش. أشهر تعريف تعريف سيدنا علي المشهور اللي بيتقال على المنابر، لكن تعريف سيدنا عمر قال: هل سرت في طريق كله شوك وليس معك نعل؟ قال: نعم. قال: كيف فعلت؟ قال: شمرت وحذرت. قال: تلك التقوى. فهمت؟ فطريقك إلى الله كأنك ماشي في وسط أشواك شهوات النفس والحجب والحس والشيطان والوساوس والهواجس، كل دي أشواك بتحاول تعطلك وأنت في طريقك إلى الله، فإن نمت دخلت الأشواك ومنعتك من مزاولة السير إلى الله، ولكن إن تيقظت وحذرت يبقى في الحالة دي تقدر تنجو بنفسك إلى الله. هو ده المعنى. فالوصول إلى الله مش طريق النائمين، مش حال النائمين، النائمين ممكن يصل إلى الله في الآخرة، لكن احنا بنتكلم كيف تصل إلى الله في الدنيا قبل الآخرة، ترتقي من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان وهو مقام مراقبة ثم مشاهدة. فإحنا بنكلم حاجة خاصة، فهمت المسألة؟ مش بنكلم العوام من العوام. فهي تملي إساءة الأدب، يجي يسيء الأدب هذا المريد ويلاقي نفسه ما زال أقامه الله كما هو في الأوراد وفي العبادات كما هو، لم يتغير حاله، فيقول: لو كنت أسأت الأدب لحرمني الله، فطالما أنا كما أنا يبقى أنا مش مسيء للأدب ولا حاجة، كأنه بيدافع عن نفسه، يعني راضي عن نفسه، وقصة البلاوي كلها الرضا عن النفس والدفاع عنه، وكان الإنسان أكثر شيء جدل. فهي قصة المسألة دي كلها أنه بيحذرك أن تدافع عن نفسك، ويجب عليك أن تتهم نفسك باستمرار بالنقص، فإن لم تتهمها متعللا دوام حالك في الطاعة برغم تقصيرك في بعض الأمور، متعللا بذلك أن الله لم يؤاخذ، فيكفي بالمؤاخذة استمرارك في نفس المنزلة فلا ترتقي، فالثبات في حد ذاته نقص،
وغيرك بيرتقي، أو قد يسلب في الباطن من حيث لا يدري، يعني يسلب معاني كان بيستشعرها، كان بيرى معاني، يستشعر معاني في عبادته وفي حاله مع الله وفي أموره مع الخلق، يرى الحق سبحانه وتعالى قبل رؤية الخلق، فيرد الله إلى رؤية الخلق قبل رؤية الحق بعدما كان مرتقي، فلا يرى إلا الحق أولا. فأساس المسألة دي هي الدفاع عن النفس، ولذا قدم بعد ذلك أدبا آخر، لأن الدفاع عن النفس الجهل بها، فلما كان الدفاع عن النفس معناه جهل، جاء بحكمة أخرى يبين لك فيها معنى قد تجهله، معنى قد تجهله، وهي إيه؟ إنك ممكن ترى إنسان أقامه الله في الطاعة مدة طويلة، بقاله 20-30 سنة ما بيفوتوش مثلا صلاة الجامع، ويختم القرآن مرة كل شهر أو كل أسبوع أو كل شهرين، مواظب، وكل يوم عنده أوراد قد كده مواظب عليها، ما شاء الله حاجة جميلة، ويجي رمضان يصوم رمضان ما يجيلوش عاية يضيع عليه أيام، يجي في التراويح ما يجيلوش شاغل، كل رمضانات اللي مرت عليه صلى فيها قيام كلها، يعني لم يشغله الله بشاغل يصرفه عن الطاعة على مدى 20-30 سنة، وكان قادر أن يشغله بشواغل كثيرة، ده الواحد بيخرج يمشي في الشارع يتزحلق في قشرة موز يتحبس مكسور شهري، مش بتحصل وهي من الله، لكن الراجل ده حاجة عجيبة كده، ربنا سبحانه وتعالى أقامه فيما هو فيه من طاعة سنوات طويلة، ولكن لم يشرق بأنوار المعارف، يعني ما حصلوش الإشراقات اللي قد تحدث لبعض عباد الله الصالحين بالمواظبة على مثل هذه الأشياء التي تنور القلب. تقوم انت بقى بجهلك تقول ايه؟ تقول ما هو لو كان بيعبد ربنا كويس كان زمانه بقى ولي كبير، ده اي كلام، ده عبادته معلولة، اهو ده عين الجهل، لان لا يكون وارد ورد الا بوارد، لا يواظب الانسان على ورد الا بوارد من الله، فلولا عناية الله له ما استمر في خدمة الله، فهمت؟ وعلشان كده الامام الشافعي ليه كلمة يقول عين الكرامة هي الاستقامة، يعني في الناس، اصل الناس عايزة حاوي، عايزة الولي ده يبقى حاوي، يمسك لك الكوباية فاضية تلاقيها اتملت، حاوي، عايزين الولي كده، لان الناس ما عندهمش النضج الحقيقي في التعامل مع الله، هو عايزه حاوي كده يحط ايده في جيبه وهو فاضي يطلع فلوس، يجي يمشي على المية يمشي على المية من غير ما يتبل، يجري في الهواء، عايزين حاوي، مش هي الناس عايزة كده عشان يقولوا عليه ولي؟ أبدا، ده ممكن يحصل كل الحاجات دي من واحد يتولى الشيطان، يعمل له الحاجات دي كلها قدام الناس عشان يخي للناس وهو غير مستقيم، عشان يخي للناس يقول اهو ما الراجل وصل للخصوصية اهو وهو ما مشيش في طريق الطاعة، يبقى الحكاية الوصول لمثل هذه الأشياء مش محتاج طاعة بقى، تجهل بقى. عشان كده الإمام الشافعي يقول إيه؟ الاستقامة هي عين الكرامة. فمن جهل الإنسان أما يجي يظن إن هو، وقد يحكم على نفسه مش على غيره، يقول يا جدع ده أنا بقالي 20-30 سنة بصوم الاثنين والخميس وما بعملش أي حاجة من الكبائر، وجاي من شغلي على بيتي بتحرى الحلال وأقرأ قرآن وما ليش دعوة بالناس ولا أجيب سيرة حد ولا هنا، وصلي في الجامع اللي جنب بيتي ولا شفت رؤيا ولا شفت سيدنا محمد ولا شفت الحاجات اللي بيقعدوا يحكوا لنا عليها في الكتب دي، الكرامات دي كلها، ده الظاهر الحكاية مش ماشية، يقوم هو نفسه يبتدي يتهز، فاهم؟ يقول اه الظاهر انا بقى ايه بعمل الحاجات دي اي كلام، يقوم يبتدي يقل همته، وده جهل منه، لان استمرارك فيما انت فيه من طاعة لا يكون الا بوارد من الله وكمال عناية منه، وهي دي عين الكرامة. ده انت ممكن وانت جاي هنا تصلي العشاء تخش تتحبس في دورة المية، يجي لك دور اسهال ما تخرجش، صح؟ تحس دور مغص ما تجيش، لكن كون ربنا اقامك وحافظ لك على عافيتك وما شغلكش بتليفون يوشك، يجي لك خبر الحق البلد مش عارف حصل ايه، الحق الشقة بتاعتك اللي في الساحل الشمالي المية بتخر منها ونازلة على الجيران والعفش غرق، تلاقي نفسك اتوشيت، مش كل الوش ده ممكن يجي ولا لا؟ تحصل. الحق واد من الجيران بتوعك مش عارف وقع وبتاع ولازم تقف مع الجيران، تروح مع الواد تقضي الليله في القصر العيني.
على باب القصر يعني مستني لما تعرف الواد جرى له ايه، ابن الجيران ولا حبيب من حبايبك ولا حاجه. مش كل ده ممكن يحصل ويشغلك؟ لكن كون ربنا وفر لك كل الاحوال دي كلها وهدالك كل دائره معارفك مهما اتسعت وصفالك جسدك ظاهرا وباطنا وحفظ لك كل الحاجات دي علشان تيجي تقعد ساعتين مع الله، مش دي كمال عنايه؟ كانت ممكن تحرم منها. وعلشان كده ده معنى الحكمه دي، انك انت تقدر نعمه الله عليك واعرف ان ربنا هو الذي ذكر نفسه على جوارحك. فاذا فرحت بالطاعه لا تفرح انها صدرت منك، ولكن افرح بها لانها صدرت من الله اليك. ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني لازم يبقى التوبه من الله اولا قبل ان تكون منك. لازم العنايه تاتي قبل الخدمه. فهمت المساله؟ لولا ان تاب الله عليهم ما تاب. فهمت المعنى؟ نقرا بقى الحكمه. بيقول اذا رايت عبدا، يعني يا انسان وانت في طريقك الى الله، اذا رايت عبدا وليكن هذا العبد انت، ممكن انت رايت نفسك في هذا الحال، ممكن ترى غيره، ما يضرش. اذا رايت عبدا اقامه الله بوجود الاوراد، يعني في مداومه العباده والاوراد والذكر، وادامه عليها مع طول الامداد، فلا تستحقرن ما منحه مولاه، لأنك لم تر عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين، فلولا وارد، فلولا ورد ما كان ورد، فلولا وارد يعني من الله ما كان ورد، فلولا وارد من الله ما كان ورد منك، يعني لولا كمال العناية من الله ما كنتش هتعرف تسبح تسبيح ولا تقرأ آية واحدة. ده انت ساعات تيجي تخش في العباده وناوي تعملها، يجي لك تليفون يخليك تنزل على ملا وشك، صح بتحصل. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يجمع لك كل هذا ويرتب لك كل حاجه حواليك كده، ده نعمه كبيره من الله. حضرتك قلت ان برضه الحاجات زي اللي حضرتك قلت الحاجات اللي بتشغله دي يعتبر تجلي. تمام، ما يجراش حاجه، يبقى هو مع الله. ما احنا بنتكلم اذا شغل عن الاوراد بغيرها ولم يرى الله فيما أشغله الله فيها يبقى حجب به. إنما العارف بالله لا يشغل عن الله في أي حال، هو في الطاعة دائم سواء كان في حال تجلي جمالي أو تجلي جلالي، ده العارف. احنا بنتكلم حال المريد. إنما العارف بالله خلاص اطمئن، وصل لمرحلة تلاقيه مطمئن، تلاقيه ما عندوش فزع. انت مش شفتش أولية؟ ما حدش فيكم تعمل مع أولية؟ لا 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 يا عم، الله يكرمك. عارف الوالي تلاقيه بشوش باستمرار، وتلاقيه مستريح باستمرار، وما تلاقوش عنده عبث، مش عبوس، تلاقيه باستمرار كده مستريح الدنيا كلها في فزع وهو في اطمئنان. فهمت ازاي؟ لانه يرى الله، هو ده الوالي العارف بالله، لانه لما عرف اطمئن، فلما اطمئن انفرجت اساريره فاستراح. بخلاف العابد، العابد تلاقيه في استمرار منهك، عايز انام علشان اقوم عندي ورد وعندي بالليل وعندي القران وعندي مراجعه وعندي، باستمرار منهك بيجري بينهم. قوم اقامهم الله في خدمته وقوم اقامهم في محبته، والاثنين برضو ايه، في اوليه خدمه وفي اوليه معارف، لكن اوليه المعارف اعلى. اوليه الخدمه قد يكونوا متجهمين، ما هو لازم يمر بمرحلة الخدمة علشان بعد كده، لازم، إلا إذا كان مكذوب فممكن ما يمرش بمرحلة الخدمة، ربنا يروح جذبه كده جايبه عنده على طول من غير جهد منه، ده فعل الله سبحانه وتعالى. ولولا إن يبقى في جذب من الله مع سلوك منك مش هتوصل، يعني سلوكك لوحدك مش هيوصلك، لازم يبقى في جذب من الله. يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يجتبي إليه من يشاء، الاجتباء ده هو اسمه الجذب، ويهدي إليه من ينيب اللي هو السلوك السالك في لحظة. أيوة، يجيبه كده. في واحد من الصحابة دخل في الإسلام في لحظة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسجد سجدة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإنسان فوصف فيها الجنة، رأى الجنة، بقى من أهل الكشف في لحظة، كان كافر من لحظة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. سيدنا محمد وهو قاعد قرأ سورة الإنسان، سمعها، رأى الجنة، شهق ومات قبل أن يسجد سجدة.
ربنا جابه من كفر للولاية على طول في لحظة، ما سجدش سجد، ما سبحش تسبيح، ده اجتداء بقى، فهمت؟ ففي نوع كده، وفي نوع تاني يبقى سالك على طول، يفضل سالك كده لحد ما يموت، ما يوصلش إلا لما يموت. لكن كل واحد يرضى بما أقامه الله ولا يطمع فيما لم يقمه الله، لأن اقنع بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، فهمت؟ عشان تبقى أغنى الناس. سيما العارفين ثلاث، عايز تعرف العارفين بقى اللي هم الواصلين، اعرف الثلاثة دول فيهم، لو لقيت الثلاثة دول في واحد البد وراه، واخد بالك؟ قالها الشيخ زروق، الشيخ زروق ده مدفون في ليبيا، لما تروح ليبيا بقى سلم لنا عليه، سيدنا احمد زروق صاحب الطريقة، صاحب الوظيفة الزروقية اللي هي اسمها سفينة النجا لمن الى الله التجا، عارفها؟ هي دي سفينة النجا، دي اراها على النبي في المنام، لان كثرت عليه الاوراد لدرجة ان ما بقاش فاضي من كثر اوراد يقعد يدرس للناس، فاشتكى للنبي في الرؤية، قال يا رسول الله انا عايز حاجة كده يعني تبقى تأدي كل موضوع اورادي وفي نفس الوقت تديني وقت ابقى اشوف احوالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم املى عليه الوظيفة الزروقية في الايه؟ في المنام، في الرؤية، بالترتيب ده، عشان كده ما تقعدش انت ترتب بمخك، تقول انا عايز الدعوة دي قبل لي بتاع، اشتغل انت بمخك بقى، انت حر، لكن هي بركتها تاخدها بترتيبها كده، فهمت؟ حاكم في ناس بتحب ترتب هنا، ها؟ ما احنا وزعناها في الجامع مرة، سفينة النجا الى من الى الله، انا جايب لك نسخة، هجيب لك نسخة عينيا، هجيب لك نسخة ان شاء الله، اصبر الصبر جميل. فيما العارفين اصلها ثلاث اربع صفحات فمش هقدر اخلصها دلوقتي يا اولاد. فيما العارفين ثلاث، ده سيدي زروق بقى اللي بيقولها. الاعراض عما سوى معروفهم، يعني الاعراض عما سوى الله. كويس؟ تلاقي باستمرار يرى الله في كل شيء، ولا يجهل الله في شيء، ولا يقبل على سوى الله. دي اول علامة. الثاني الاقبال عليه بترك الحظوظ واقامة الحقوق. باستمرار كده بيناكف نفسه، ما بيدورش على حظوظ نفسه، بيدور على طاعة الله عز وجل، فتلاقيهم يناموا قليل، ياكلوا قليل، واخد بالك؟ تملي الأولية كده، تلاقيهم ياكلوا قليل، يناموا قليل، باستمرار مرهقين، عينيهم محنرة من السهر، تلاقيهم باستمرار كده منهكين. منهكين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما عرفوا الله جاءت لهم الانتباه، فالانتباه دي قللت نومهم وشبعتهم، فبقى قليل من الزاد يكفيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان شديد سواد العينين، شديد بياض البياض، شديد السواد، شديد سواد السواد، وشديد بياض البياض اللي هي ادعج العينين، كان صفاته ادعج العينين اللي هو شديد سواد السواد وشديد بياض البياض. وبعدين بعد البعثة كانت في بياض عينيه حمرة دائمة من شدة السهر، فهم؟ ودي تلاقيها سيما الصالحين، تلاقي باستمرار كده مرهقين، نومهم قليل، واخد بالك؟ ليه؟ لأنه ترك حظوظ نفسه. أصل أنت حظك في راحة نفسه، لازم تنام والظهر ساعتين والصبح مش عارف كام، وتتمطع وتعمل وتتاود، وقاعد طول النهار، وهات يا واد الأكل واللب والأزأزة، قاعد في حظوظ نفسه. انما الولي ما تلاقيهوش كده، اذا جات له الحاجه لحد وخدها، ما جاتلوش ما يفتقدهاش، يعني ما تفرقش معاه، هو ماشي كده بالله، فهمت؟ لانه هو اعرض عن حظوظ نفسه الى مولاه، فهمت؟ انت نفسك ساعات تيجي لك احوال لما تكون مثلا مشغول بحاجه، تلاقي تبقى الحاجه قدامك وانت معرض عنها، الحاجه اللي بتحبها تبقى قدامك وانت معرض عنها، بل يمكن ما تشوفهاش كمان، صح؟ مش بتحصل لك احيانا؟ الولي كده على طول بقى، كل ما سوى الله ما ياخدش باله منه، لانه هو مشغول بمولاه سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه اقباله على الله، لانه هو المعروف سبحانه وتعالى. الثالث الرضا، الرضا بأقدار الله في حاله وفي حال اللي حواليه.
تلاقيه راضي كده ومبسوط مستريح. يبقى ثلاث حاجات تعرفهم تشوفهم في بني ادم اعرف ان ده ولي. اول حاجه الاعراض عما سوى الله، وبعدين الاقبال عليه بترك الحظوظ واقامه الحقوق، وثالث حاجه الرضا باقدار الله، ما يشتكيش. اقعد انت كده مع الناس كل شكاويهم الغلاء والمعيشه والعيال واللي خلفوهم والدنيا واللي فيها، اما تقعد مع الولي ما يجيبلكش سيره حاجه في الدنيا، كانه مش عايش في الدنيا، مع انه برضه بيعاني من الكوى الاسعار وعنده عيال برضه وعنده مشاغله برضه كل، لكن ما يجيبلكش ما يتكلمش والحاجات دي ما تشغلوش. مش شكاي، لا يشتكي، عنده رضا. وفاكر انت الرؤيه بتاعت سيدي ابو عمر اللي حكيتها لك، اللي هو مقامه اللي وصل ليه عالي ده كان بسبب الرضا، انه وصل لمرحله الرضا والايمان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقضاء والقدر. الايمان بالقضاء والقدر يعني ايه؟ يعني الرضا، يعني ربك سبحانه وتعالى لما يحصل لك مشكله جلاليه كده عنيفه عليك شويه وهزتك، اعرف ان ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، هون عليك. فما تفتكرش يعني ان الحكايه ده مكتوبه لك، الموقف اللي انت مش طايقه ده قبل ما تتولد، بل مش قبل ما تتولد، ده قبل ما تخلق السماوات والارض كمان. فطالما مكتوب مكتوب ارضى بيه بقى، اصل هيحصل هيحصل. وعشان كده الولي والعارف عرف المساله دي، فتلاقي خلاص يرضى. بل مش كده وبس، ده بعض الاوليه يرتقي من مقام الرضا الى مقام المحبه، ده يحب اقدار الله، يعني يتلذذ بقدر الله ولو كان مر في ايه، في عند غيره، يبقى هو عين مراده. دي اعلى من الرضا. ما هو انت علشان توصل للرضا لازم تمر بمرحله الصبر الاول. الاول القضاء يبقى صعب عليه، فمطلوب منك تصبر لان انت لسه بترتقي، يبقى مطلوب الاول تصبر لان القضاء مر، انت شايف طعمه مر، والمر يحتاج الصبر. وعشان كده ربنا جعل الصبر النبات مر، لان الصبر مر. الناس يقول لك كده الصبر مر معنى وحسه، فربنا خلى الاشياء الحسيه ليها ايه؟ ليها معنى معنوي، خد بالك. فالصبر مر معنى وحس، فلما ذقت الاقدار مره احتجت الصبر. اذا ذقت الاقدار مش مره ولا حلوه زي الميه كده ملهاش طعم ترضى بيها، لكن اذا ذقت الاقدار عسل حبتها، فهمت؟ يبقى انت بتمر بمرحله الصبر اللي هو على المر، وبعدين الرضا بغير المر المعتاد، ومحبه الحل. دي كلها درجات عشان تعرف انت فين بس بين عباد الله. تلاقي نفسك اقل الناس، فهمت المساله؟ هتلاقي نفسك في الاخر اقل الناس. ده اعلى ايه؟ اعلى منها كده؟ اعلى منها بقى ان ربنا يسارع في رضاه، في رضا العبد، بحيث اذا اقسم على الله لابره. ربنا ما يخيبلوش ظن، اذا اراد الشيء يكون. فهمت ازاي؟ دي حاجه بقى تانية. مش في النفس الايه؟ احنا قلنا النفوس انواع، في نفس اماره دي بتاعت الكافر، والمؤمن بدايته النفس اللوامه. وبعدين النفس اللوامه درجات تنتهي الى النفس الايه؟ المطمئنه اللي هي الراضيه. النفس المطمئنه. ثم بعد ذلك تصير النفس دي راضية، يبقى الأول اطمأنت إلى أقدار الله فرضيت بها فصارت راضية. فإذا صارت راضية يجعلها الله مرضية، يعني يرضيها بقى، كأنه يسارع في رضا. فهمت؟ يبقى في نفس مطمئنة ونفس راضية ونفس مرضية، دي كلها مراحل بعد النفس اللوامة. وانت قاعد بتعك بقالك 20 سنة في النفس اللوامة مش عارف تخلص منها، فهمت؟ وفي ناس تبقى في النفس، احنا ده انت لما تخلص اللوامه وتخش في الايه؟
في المطمئنة لسه قدامك مراحل، فهمت؟ فهي عايزة المسألة عايزة جهاد وكفاح، وتسأل الله سبحانه وتعالى ان هو ايه يزيدك من فضله. يبقى انت يبقى لا تستحقر حال هذا العبد، ما تستحقرش حاله. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد. يبقى لازم فضل الله الاول ورحمته ثم التزكية. يبقى التزكية بتأتي انت بمخالفة نفسك، ونفس وما سواها فاعلم فجورها وتقواها قد افلح من زكاها قيل يزكي نفسه، اي بمخالفة هواها. فهمت؟ يبقى ربنا علشان طلب منك مخالفة الهوى والشيطان لتزكي نفسك، ولكن لولا فضل الله عليك اولا ما زكيت نفسك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى لازم الفضل والرحمه الاول. فهم؟ عشان كده لا يكون ورد الا بوارد الاول. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. يبقى لولا فضل الله اولا ما كنتش تقدر تعصى الشيطان، كنت هتمشي مع الشيطان، الا ان فضل الله الاول وعنايته اولا تداركتك فاخرجتك من اهل المعاصي الى اهل الطاعه بفضل الله. انت مش اللي اخرجت نفسك، ده هو اللي اخرجك وهو اللي اقامك سبحانه، فده فضل كبير. وعلشان كده الله سبحانه وتعالى يحمد على كل شيء، حتى على ما برز منك من طاعه تحمده عليها، لانه برزت منه اولا اليك فاجراها على جوارحك، وده من فضل الله عليك. وعلشان كده لازم تحترم كل المسلمين، تحترم كل المسلمين كلهم، لان في ناس ربنا اقامهم في اشياء ثابتين عليها. يعني انا كنت انا عارف واحد كان كل عبادته عارف ايه صلة ارحامه، يصلي الفرائض بس، يمكن ما بيصليش السنة، ما بيصومش اي حاجة غير رمضان، لكن قرايبه هو في رجلين قرايبه كلهم، حتى قرايبه نفسهم عارفين كده، ما فيش حد قريب ولو من بعيد ابنه يعيا ولا يحتاج مصلحة لو يلاقيه هو اول واحد معاه في اي مصلحة، دخل مستشفى بيجوز بناته في مشكلة في ازمة في فرح في حزن في بتاع، تلاقيه مع كل قرايبه كده، ده يعني ثابت كده بني ادم ماشي. فكان ربنا اقامه في صلة الارحام بس، هي دي عبادته اللي ربنا اقامه فيها ووفقه فيها. لو تعمدت تقلده ما تعرفش، تستعجب الراجل ده بيعرف يجيب وقت ازاي وهو بيشتغل وعنده شغله وعنده عياله، تلاقيه باستمرار بيعزي هنا وفي فرح فلان وفي عند فلان، ويقول لك ما تعرفش فلان ده كان عيان، انا رحت له امبارح، واول امبارح كان فلان بيجوز بنته، انا اصلا رحت له انت قاعد تقول انا بتروح بيتك امتى؟ ما تعرفش. فلا تكون الا بتوفيق الله المسائل دي. فتبص تلاقي عبادته في حاجه انت مش واخد بالك منها خالص. انت اصل انت متصور العباده دي في ذهنك هي سبحه وصلاه وصوم وقران وبسبس، فقي قاعد يفقر. لا، ده في عبادات اخرى ثانيه كثيره انت مش واخد بالك منها. فهمت؟ ففي ناس كده، ففي ناس تلاقي ربنا اقامها في حاجه احترم ما اقام الله فيه ولا تحقر ابدا، ده ممكن بافعاله دي يسبقك انت اللي بتصوم اثنين وخميس وثلاث ايام مش عارف ايه وحافظ القران وشغال ليل نهار مع المشايخ وهو سبقك. فهمت ازاي؟ علشان انت عندك نقص في حاجات ثانيه. لو يجوا لك مثلا حد يتصل بيك من قرايبك تعالى احنا عايزينك، تقول لهم والله لو طلبتوني قبلها بيومين بس كنت رتبت مواعيد، معلش انا مشغول، اطلبوا فلان. ده بتحصل في كل حته. لكن الثاني وصال الرحم ده بقى تبص تلاقي يعرف ياجل كل مواعيده على طول، اي حد يطلبه يلاقيه معاه. دي ما تقدرش تعملها انت الا لو كان بتوفيق الله اصلا. وفي ناس ربنا اقامهم في بر الوالدين، تلاقي ما شاء الله يعني شغال ليل نهار في رضا ابيه وامه وعبادته مش كتيره قوي. في واحد تاني تلاقي ربنا اقامه وعبادته الاساسيه تحري الحلال، تلاقيه موظف وراجل بيشتغل يتحرى الحلال، ما ياخدش رشوه، وكل الفلوس اللي معاه مراقبها جايه من حلها، ومستور وبيكفي نفسه وبيدبق نفسه من هنا لهنا وبيربي عياله وعايش على كده، يبدا الوقت من دول يمكن يصلي في بيته، ما ينزلش الجامع الا يوم الجمعه مثلا. فهمت ازاي؟ لكن بيتحرى الحلال تحري شديد ابتغاء وجه الله. تلاقي عبادته دي عباده كبيره قوي وانت مش واخد بالك. انت بقى طول النهار سامع الاذان، تفتح بابك ونازل الجامع وتلاقي هو في بيته، تحتقره في نفسك.
ده يطلع هو يمكن والي كبير وانت مش واخد بالك. فهمت ازاي؟ وباحتقارك ليه يحجبك عن الله. وعشان كده ما تحتقرش حد من المسلمين ابدا ابدا، لان انت مش عارف جواه ايه، هو بيعمل ايه، انت ما تعرفش خالص، انت ما تعرفش، انت تعرف نفسك بس وبلاويك. فطالما انت عارف نفسك وبلاويك يبقى ايه، صلح نفسك واحترم كل الناس. شوف سيدك ابو الحسن الشاذلي بيقول ايه، اكرم المؤمنين. طب انا هقول لك حاجه، في اكتر من الزاني او اللي زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقاموا عليه الحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدافع عنه وكان بيحب، يعني النبي كان يقيم الحد على الزاني وهو في قلبه كله شفقة عليه، لأنه بيعمل حد الله دواء للعبد، زي أنت ما بتدي الدواء لابنك وهو مر لكن قلبك كله شفقة عليه، مش بتنتقم منه. كذلك لما ترى العاصي من المؤمنين يبقى قلبك كله شفقة عليه. فهمت؟ مش عايز مثلا تنتقم منه، لا، يبقى عندك الشفقة دي. شوف أنت الغامدية لما النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد، والصحابية وزنت، وقام سيدنا عمر سبها علشان هدومه او خالد حد من الصحابة يعني سبها علشان هدومه توسخت من الدم بتاعها ترتش عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لقد تابت توبة لو وزعت على اهل المدينة لكفتهم. اهل المدينة كان فيهم منافقين ويهود. فهمت ازاي؟ يعني كانت تكفي المنافقين واليهود وعصاة المسلمين توبتها بس، تدخلوا كل دول الجنة، يبقى دي ايه بقى مقام. فهمت ازاي؟ وهي عاصية اهو. وعلى شكلها سيدنا ابو الحسن الشاذلي يقول ايه، حتى عصاة المؤمنين تاخد بالك منهم، تخاف منهم قوي، ما تحتقرهمش لكن تشفق عليهم وتحترمهم، واذا اعرضت عنهم تعرض اعراض المشفق، زي ما يبقى ابنك عنده مرض معدي وانت خايف تنام جنبه لا تتعدي، لكن قلبك كله شفق، تبقى معرض عن ابنك لكن كلك شفق عليه. فهمت المعنى؟ فبيقول ايه، اكرم المؤمنين وان كانوا عصاة فاسقين، واقم عليهم الحدود، اذا كنت حاكم يعني اقم عليهم الحدود، واهجرهم رحمة بهم لا تقذرا منهم، رحمة بهم لا تقذرا لهم. وقال الشيخ زروق رضي الله عنه، فالمنتسب لجانب الحق يتعين إكرامه مراعاة لنسبته. هو اسمه عبد الله، الإنسان اللي انت بتحتكره ده اسمه عبد الله، فطالما عبد الله منسوب لله يبقى لازم تحترمه لنسبته. فهمت؟ الفرار هنا فرار احتياط، مش فرار تقذر، فرار احتياط بس عشان ما تتعديش، لكن مش تشتمه وتقول له يا مجزوم يا مجزوم يا مجرم يا جربان، ما ينفعش، ما يليقش. اللسان اللي زي المبرد ده اللي شغال طول النهار على المسلمين ده، تاخد بالك منه، بتحرم بيه لذة العبادة ولذة الوصال. طول ما لسانك شغال كده ممكن تقول كلمة تحرم بيها في الحجاب سنوات، وهي كلمة عدت، فتاخد بالك. علشان كده مراقبة الله في الأنفاس والألفاظ هي دي سلوك القوم اللي عايزين يوصلوا لله، يراقب نفسه في كل نفس وفي كل لفظ، لأن قد يقول الإنسان الكلمة لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله فيهوي في نار جهنم 70 خريفا. شوف أنت فرعون لما قال كلمة هو مش واخد باله، لما قالت قرة عين لي ولك، قال لها قرة عين لك بس، أما أنا فلا، أنا مستغني. سيدنا محمد يقول والله لو سكت لآمن بموسى وانتفع، لكن هو قفل الباب من بابه من أولها، قال لها قرة عين لك، أما لي فلا. مرت السنين يجي 50 سنة، فضلت كلمة لا دي شؤمها معاه لحد ما بعث سيدنا موسى وما انتفعش بسيدنا موسى ومات على الكفر عشان هو قفلها. فأنت ما تستهونش بالكلمة، الكلمة بتفضل بتدوي لدرجة انك انت ممكن تقول الكلمة هنا بصوت واطي يسمعها اللي في امريكا بس عنده جهاز محمول يعرف يلقطها. فالكلمة والصوت ده حاجة مش قليلة، ده بيدوي في ارجاء الاكوان،
ويصل حيث لا تدري. فالكلمة محسوبة، وإذا طلعت ما تعرفش تجيبها تاني. طب قول كلمة كده ورجع موجتها تاني، امسحها بالأسليكة ما تعرفش، خلاص هي انطلقت بقت موجة في الأكوان وما تعرفش تجيبها تاني. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال ايه معناه؟ ان الكلمة تخرج من فمك كالجبل ما تعرفش تخرجها تاني. هي الأول صغيرة لكن لما تخرج بتنتشر. شوف تشبيه النبي انتشارها جبل، تعرف تدخلها تاني؟ تعرفش. وقال الشيخ زروق رضي الله عنه: فالمنتسب لجانب الحق يتعين إكرام مراعاة لنسبته، ثم إن كان كاذبا فالأمر بينه وبين من انتسب إليه، فإن أمرنا بإقامة حقه عليه بحيث يتعين عليه كنا معه كعبد السيد يضرب ولد سيده بإذنه يؤدب ولا يحتقر. يبقى لما تيجي تقيم الحد يا حاكم على مسلم اعتبر ان ده عبد الله مش عبدك انت، فما تحتقروش، ده انت بتأدبه بس بإذن سيدك وبإذن سيده، فما تحتقروش. فهمت المسألة؟ ما تقولوش يا ابني ويا ابني ويا ابني ويا ابني، والشتيمة اللي شغالة زي المبرد دي. وعشان كده الناس محجوبين، محجوبين بشؤم ما يتلفظون به طول النهار. لكن لو احترمت كل المسلمين دي عبادة كبيرة قوي، عبادة يغفل عنها كثير من الناس، وهو احترام المسلمين وعدم إيذائهم باللسان وعدم إيذائهم بالأفعال. دي عبادة كبيرة جدا. ما تصليش التراويح خالص، صوم رمضان وروح، وصلي الفرائض وروح، ما تصليش معانا التراويح ولا تصلي مع أي حد التراويح، وما تأذيش المسلمين. أحسن ألف مرة من إنك تقعد طول الليل تصلي وأول ما تطلع على باب الجامع تلاقي واحد ماشي تروح قايل له كلمة تغير دمه وتعكنمه، تشتمه، تكشر في وشه، تعمل أي حاجة. فخد بالك دي مسألة هامة. وعشان كده وأما السائل فلا تنهر. لما يجي واحد يسألك فقير وهم كتروا الأيام دي قوي، كل واحد يقول لك صباح الخير عايز ياخد له جنيه، كل واحد كل سنة وأنت طيب دي بجنيه على طول أقل حاجة. واخد بالك إزاي؟ ولو اديته أقل من جنيه ينظر لك النظر الشذر وياخده برضه يحطه في جيبه، لكن أنت مش عاجبه خالص ومش مالي مخه. اقل حاجه جنيه يعني علشان ياخدها يمد ايده، انما اقل من ايه 50 قرش دي ما جبلوش كيس شيبسي. فبقت مشكله. وعشان كده ربك قال ايه؟ واما السائل فلا تنهر. يبقى ترد بكلمه طيبه احسن. فربنا بيمتحنك بالسائلين دول عشان يمتحن اخلاقك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يرد سائل، ولكن ما كلفكش تعمل زيه صلى الله عليه وسلم. النبي كان يجي له السائل من دول عنده يدي له ما عندوش، يقول له روح السوق اشتري اللي انت عايزه وقول على محمد. يعني شيك على بياض اهو، انت ما تقدرش تعمل كده. لكن النبي كان يعمل كده صلى الله عليه وسلم لانه اكرم الخلق. لكن انت المطلوب منك على الاقل ترده بكلمه طيبه بس، ما تاذيهوش، تعكننه وتقول له يا شحات ما تروح تشتغل، ما انت طويل اهو وهل ده انت فيك صحة اكتر مني، ما يمكن دور ومش لاقي شغل، ما في بطالة، في ناس نفسها تشتغل مش لاقي شغل يعمل ايه وجاع وما عندوش حد ولا عيلة ولا اسرة ولا حد يأكله ولا يشربه، والشتاء دخل وعايز يجيب مثلا حاجة تقيلة يلبسها، وعايز يجيب بنطلون، عايز يجيب بلوفر يلبسه، عايز يجيب بطانية يغطى بيه مثلا، مش تحصل. وتلاقي شباب كده تمام ومش لاقي يشتغل، طول النهار قاعد يلف في كل حتة مش لاقي له شغل، يعمل ايه؟ لما يجي يسألك تروح انت بديله كمان كلمتين، ما يا اخي هد شوية هد، ما تقولوش كلام حاجة خالص، لكن قول له ربنا يسهل. عارف لما تقول له ربنا يسهل لك مش هتترك في قلبه شيء وخدت ثواب وانتهيت. انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن تسعوهم بايه؟ باخلاقكم. ولأبي الحسن الحراني رحمه الله شعر بيقول ايه؟ ارحم بني جميع الخلق كلهم وانظر اليهم بعين اللطف والشفقة وقر كبيرهم وارحم صغيرهم وراعي في كل خلق حق من خلقه. سهلة اهي، دي عبادة الناس مش واخدة بالها منها، بس الناس ايه مفهومة قوي في العبادات الايه الظاهرة، لكن عبادات القلوب دي اللي هي الشفقة على المسلمين في قلبك دي تبقى ماشي كلك شفقة على المسلمين، دي عبادة يا خبر أبيض.
ساعتها بقى التسبيحة منك تساوي جبال من التسبيحة من أمثالنا. فهمت ليه؟ لأن عندك شفقة على المؤمنين وعندك رحمة بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الأخلاق الظاهرة والباطنة التي اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشرت في أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.